قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. أحرج شيخ الحارة اليوم الاثنين 6/5/2019 الراقصة دينا، وكشف سر عمل بلوك من نجلها لها على انستجرام، وذلك على الهواء مباشرة، وصدمت دينا من قوله، وقالت: أكيد أنت كلمت علي ابني وعرفت منه هذا السر الذي لا يعرفه أحد، وبررت ذلك بأن ابنها لا يريد أن يدخل أحد من متابعيها له على الانستجرام الخاص به. سافرت الراقصة دينا صباح اليوم الأحد 17 مارس 2019 إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وشاركت دينا متابعيها بصورة لها في الطريق، وظهرت مرتدية جلباب وحجاب أبيض. دي الصورة اللي نشرتها النهاردة الحد 17 مارس 2019، وكتبت عليها على انستجرام: صباح الخير. وأخدت أكتر من 20,900 لايك من 5 ساعات فقط. عندما تكتب كلمة دينا على محرك البحث جوجل تظهر لك حوالي 397,000 نتيجة بحث، أما لو كتبت مجدي يعقوب تظهر لك 340,000 نتيجة بحث. وسامية جمال التي تعتبرها دينا مثلها الأعلى 357,000 نتيجة بحث فقط. اسمها الحقيقي دينا طلعت سيد محمد، 27 مارس 1965، ممثلة وراقصة شرقية مصرية. هنا دينا وهي طفلة، كانت جميلة طبعا وهي طفلة. دي صورة تانية ليها. ولدت في روما في إيطاليا، حاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة، وهي شقيقة المغنية المعتزلة ريتا التي كانت تعمل في مجال الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين، والتي قررت الاعتزال وارتداء النقاب بعد ذلك. بدأت شهرتها في تسعينيات القرن العشرين، وكانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية. حافظت على موقعها في المقدمة رغم زحام الراقصات اللبنانيات والروسيات وقلة من المصريات في مصر. الفنانة الاستعراضية دينا كانت ضيفة حلقة في برنامج الحكم مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وهي الحلقة التي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات دينا. هنشوف قالت إيه. دينا ذكرت في الحلقة أنها لا تتذكر عدد مرات زواجها، ولكن الزيجة الأولى كانت من رجل الأعمال سمير عبد الله، وهو الزواج الذي ظل لأعوام سرا، وتم الكشف عنه بعد أن قامت دينا برفع قضية في المحكمة للحصول على الطلاق من سمير، مؤكدة أنها ندمت على هذا الارتباط. وبعد حصولها على الطلاق أعلنت اعتزالها الرقص، ولكن بعد عدة شهور تراجعت عن قرارها. الزواج الثاني كان من المخرج الراحل سامح الباجوري، والذي رزقت منه بابنها الوحيد علي، وتعتبره دينا من أفضل الرجال الذين تواجدوا في حياتها على حد وصفها في أحد حواراتها الصحفية. هنا مع سامح الباجوري والد ابنها علي. حكيم حضر الفرح. دينا تزوجت بعد ذلك من خارج الوسط الفني، ومنها زوجها العرفي من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح. دينا وبعد عدة تجارب زواج فاشلة على حد قولها ارتبطت عام 2011 بزوجها الحالي رجل الأعمال وائل أبو حسين، والذي ترفض حتى الآن الكشف عن تفاصيل ارتباطها به وكيفية تعرفها عليه، وبررت ذلك بأن وائل لا يحب تدخل الصحافة في حياته الشخصية. هنا مع رجل الأعمال زوجها الحالي وائل أبو حسين. هنشوف أسرار تانية عنها غريبة. على المستوى الشخصي أشارت دينا إلى أن ابنها علي يدرس في أمريكا، وهي تحاول أن تتواجد معه من فترة لأخرى، وقالت: هو متفهم أن الرقص فن ولا يهمه أن والدته راقصة.
ده ابنها علي، هو متفهم ذلك. دينا مع والدتها وابنها. كما أوضحت أن الرقص هو السبب في فشل زيجتها، كما اعترفت دينا أنها تفضل إبقاء زوجها بعيدا عن الإعلام، وعن محاولة انتحارها مرتين في عمر ال15 وعمر ال18. اعتبرت أنها كانت صغيرة وشخصيتها لم تكن قد تكونت بعد، وفي البداية لم تتذكر دينا المرة الثانية التي حاولت فيها الانتحار، قائلة هي مرة واحدة في سن ال15. ثم تداركت: صحيح، مرة أخرى وأنا في ال18 عندما كنت أعمل، معترفة أن سيرها وراء قلبها كان السبب وراء محاولتها الانتحار في المرتين، مبررة ذلك بقولها: كنت في سن المراهقة في المرتين، في هذا السن الأفكار تلمع في ذهن الشخص، ومن الممكن أن أفعل أشياء أكثر جنونا، لا أحب أن أتذكر ما حدث لأنني أشعر أنني ارتكبت فعل ضد إرادة الله، واستغفرت كثيرا على ذلك. وفي يوليو 2012، وملائمة مع الظروف السياسية المصرية والتي شهدت صعود التيار الإسلامي، كشفت دينا عن استعدادها لتحشيم بدل الرقص الخاصة بها، وقالت: أنا بالفعل أرقص ببدل رقص متحشمة لأبعد الحدود، وهي متوائمة مع الظروف الجديدة، ولو طلب مني تحشيمها زيادة سأفعل، لأن الرقص لا يعتمد على اللبس فقط. وعن إمكانية إقبالها على ارتداء الحجاب، لفتت دينا إلى أن الحجاب فضل لم تصل له بعد، وأضافت: أعلم أنه من تعاليم الدين، ولكني لم أفكر في ارتدائه، ولا أتخيل أنني سأتخذ هذا القرار إلا إذا أراد الله شيئا آخر. دي كانت صورة ليها في المناسبة. تحدثت الفنانة دينا عن أنها تتعرض للعديد من المواقف الغريبة خلال رقصها في الأفراح، كما أشارت إلى أنها تشعر في بداية الفرح إذا كان الفرح سينتهي بأمان أو ستحدث معركة بين العائلتين والعروسين، لافتة إلى أن هذا يظهر من بعض الإشارات كانفصال أسرة العريس عن العروسة في تجمعاتهم، وتابعت في عريس وعروسة اتطلقوا وأنا كنت في الفرح برقص، هو دلق الشربات على فستانها، فهي قالت له مش تفتح يعني، كانت في الهيلتون، وكنت برقص على المسرح وقال لي الفرح يكمل زي ما هو، وكملت رقص، خفت من العريس وأهل العريس كانوا بيسقفوا عادي وكملوا الفرح. بقت مستعجبة طبعا. عرض على الراقصة دينا الذهاب لإسرائيل من صاحب فندق لتحيي حفلا فيه. علاوة على راقصة يهودية تدعى مازن أذن، طلبت منها السفر لإسرائيل لافتتاح مهرجان للرقص الشرقي وتدريب 6 حصص رقص بدون ختم تأشيرة دخول أو خروج على جوازها عن طريق منفذ مدينة إيلات الإسرائيلية. وعلقت الراقصة دينا قائلة: لو سافرت لإسرائيل العرب سيتضايقون مني، وأنا سافرت أكتر من 3/4 الدول حول العالم كله، ولكن بالنسبة لإسرائيل فأنا مستحيل أن أسافر، خصوصا لأن بها شهداء ماتوا في الحروب مع إسرائيل، مستحيل أن أسافر حتى على سبيل التبادل الفني، لأن فنانينهم على مستوى متواضع وهم لم يأتوا عندنا في مصر من الأساس، ولكن صور سيارات الراقصة دينا. إيه؟ سيارات اتصورت معاها، جايز تكون بتاعتها ومش بتاعتها بقى، بس تقريبا بتاعتها. دي سيارة واسعة جدا، ممكن تكون ضيفة فيها. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.